وكان من كمال سعادته أن رزقه الله عز وجل ولدا مثلك. The second ambassador, his name Muhammad ibn Uthman al-Amri, was the longest serving of them. He was the safir of the Imam for 40 years. Muhammad ibn Uthman, highly praised by the Imams. Many ahadith, the Imam Askari, he's speaking about Muhammad ibn Uthman. أن الإمام أبا محمد العسكري عليه السلام قال العمري وابنه ثقتان وإن ابنه محمد وكيل ابني مهديكم. كما روى عبد الله بن جعفر الحميري قائلا لما مضى أبو عمرو رضي الله عنه أي السفير الأول أتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه. أن محمد بن عثمان يحمل من العلم ويحمل من الثقافة ويحمل من الإيمان ويحمل من التقى ويحمل من أسباب الخير للجميع، ولذلك كان محبوبا لدى الناس. هو الذي نقل لنا دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. بالتأكيد أن مرحلة السفير الثاني ومحمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه كانت أكثر استقرارا. لما كانت مرحلة السفير الأول هي مرحلة تأسيسية، مرحلة عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه مرحلة تأسيس، اليوم نجد أن محمد بن عثمان ولده يعيش في حالة استقرار، في حالة اطمئنان. هذه الحالة، حالة الاطمئنان، مكنت السفير الثاني من أن يمارس عمله بكل هدوء، بكل سلاسة وبكل إنسابية، والإمام عليه السلام يتابع هذه الإنسيابية حتى أن السفير الثاني عاش أكثر فترة. في حديث عبد الله بن جعفر الحميري سألت محمد بن عثمان فقلت له رأيت صاحب هذا الأمر؟ أنت شفته؟ قال نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. من إظهار الحق على الدين كله. قال محمد بن عثمان ورأيته أيضا صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة من المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائك. ومما ذكره التاريخ لنا أيضا أن محمد بن عثمان العمري رحمه الله كان فقيها يشتغل مضافا إلى تجارته بتصنيف الكتب، فقد حدث أبو نصر هبة الله أنه كان لأبي جعفر كتب مصنفة في الفقه مما سمعها عن أبي محمد الحسن عليه السلام ومن الصاحب عجل الله تعالى فرجه ومن أبيه عثمان بن سعيد عن أبي محمد وعن أبيه علي بن محمد عليهم جميعا السلام. علي بن أحمد الدلال says one day I went to meet the second ambassador. He said I saw him, he is writing something on a piece of wood. So I asked him, Ya Muhammad, what are you doing? What are you writing? He said, I'm writing some verses of the Quran, apparently, on this wood for my grave. He told him, every night I go into my grave and I read one chapter of the Quran in my grave. And I will die on this day. He gave me the exact date, the exact hour. He said, I wrote the date. I waited until the day Muhammad ibn Uthman al-Amri died. I saw it was exactly the date and hour that he told me many, many days ago or many months or years ago. حينما أيضا توفي السفير الأول النائب الأول خرج هذا إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما لأمره ورضاء بقضائه عاش أبوك سعيدا ومات حميدا فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه به إلى الله عز وجل وإليهم نظر الله وجهه وأقال عثرته. في فصل آخر شوف المدح هنا، شوف الثناء حتى تعرف السفير الثاني من هو.
يقول أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزقت ورزقنا، وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أن رزقه الله عز وجل ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول، الإمام يقول، الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك، أعانك الله وقواك وعضدك ووفقك، وكان الله لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا ومعينا. كل هذا كلام الإمام الحجة له. هناك رواية يرويها محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت أو أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك. ثم يقول سلام الله عليه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أن أبا جعفر العمري لما اشتد حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة، منهم أبو علي همام وأبو عبد الله محمد الكاتب، فدخلوا على أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت. ما خرج من الدنيا إلا بعد أن نص على السفير الثالث الذي هو الحسين بن روح النوبختي.